يتعاقب الليل والنهار وتمر الأيام وتبقى الحياة مدرسة تتنوع فيها الاختبارات وصولا إلى الامتحان الحاسم النهائي ولا يدري أحد موعده ووقته. ما أقصى أن أتحدث بصيغة الماضي عن أخ ورفيق عزيز كان بيننا، وأعترف أنني ما زلت إلى هذه اللحظة مذهول وغير مصدق أن الموت اختطفك من بيننا، ولكنها إرادة الله، وأشاء الله عز وجل أن أقف هنا بينكم باسمي وباسم من يحمل الأمانة معي من والدة كريمة وزوجة مخلصة وفية وأرحام وأصدقاء، لأتحدث عن هامة عالية أبت أن يكون مرورها في الحياة الدنيا مرورا عاديا. فما بناء الوعي الفكري والحضارة إلا تراكم بصمات هؤلاء الأشخاص، وعادة ما يكون هؤلاء جسرا لعبور الخير وأرواحا تمد جذوة المكارم ليوفيهم الله الجزاء الأوفى. وما أصعب أن أستعرض مآثر وخصال رجل حي ناكر للذات نذر حياته للآخرين ومقت كل تقديس أو تحنيط للأفكار أو للأفراد أيا كان شأنهم. فالدكتور محمد يسري سلامة كان رجلا بسيطا ودودا زاهدا متواضعا، لم يطمح في حياته لكسب مال أو جاه أو منصب، وقنع بما قسم الله له. كانت الحياة في تفاصيل، وكان بإحساسه المرهف يجول في ثنايا تلك التفاصيل ويستجلي من أدقها أسرار وحدة الوجود وعظمته وجماله. وكان على تواضعه ووداعته صلبا شديد المراتب الحق، لا يخاف فيه لومة لائم، يقاوم الظلم ولا يقبل الإهانة، فلم يهن ولم يحن رأسه لكائن من كان. وقد عانى جراء ذلك الكثير في حياته العامة والخاصة والمهنية، ولكنه واجه كل أشكال المضايقات والتعسف والتهميش بجلد كبير. فعاش عزيزا ومات كريما. إن الدكتور محمد لطالما وقف ضد التيار في زمن المتاجرة بالمبادئ والارتداد والانزياح المريع نحو الترويج لقيم السوق، وكان مناضلا تقدميا ووطنيا شريفا من خيرة ما أنجبت مصرنا الحبيبة. تعددت تجاربه وتنوعت أسفاره، ولكنه فضل البقاء في أرض الوطن، فقد كان يرفض منطق الصفقات والمساومات وأنصاف الحلول، وكانت البوصلة الوحيدة التي تقوده هي الانحياز الكلي والمطلق واللامشروط لأبناء شعبه ولحقهم في الكرامة والحرية والسيادة وتحرير المجتمع من كافة أشكال التخلف والاستغلال والتبعية. إن مصاب فقدك عظيم، غير أن المآثر الجليلة التي تحليت بها والقيم النبيلة التي ناضلت من أجلها والنضالات الشريفة التي خطها تذكرنا وتؤكد لنا حين نستحضرها أنك أعطيت بما قدمته وبما رمزت له معنى فعليا وإيجابيا للوجود. أيها الأحبة، لست هنا في موقع الشهادة له، فهذا أمر أتركه لكم، ولا يمكن اللسان مهما أوتي من بلاغة وحسن تصوير أن يوفيه حقه، ولكن حسبي في هذا التنادي أن أرى وجهه في عيونكم، في عيون كل واحد منكم، وهذا ما يدعونا إلى عقد العزيمة على متابعة السير قدما في النهج الذي سلكه الدكتور الشيخ العالم الثوري الإنسان المصري النقي الدكتور محمد يسري سلام. نتكلم عن ما ألفه الدكتور وما ألف بعده بعد مماته
من الأستاذ محمد أبو زيد، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم. يعني أنا سأحاول أن أتكلم عن محمد يسري رحمة الله عليه من ناحية موضوعية، يعني أحاول أبعد عن التشخيص يعني الشخصانية، لأن هو كان صديقي جدا، يعني هحاول أعزل المسائل الشخصية وأركز على أعماله العلمية. الجانب العلمي عند محمد كان يعني مجهول بالنسبة لقطاعات كبيرة، لأنه هو كان بيبحث في مسائل متخصصة يعني وبعيدة عن الاهتمام العام، بمعنى أن كثيرا من الناس لا يعرفون أصلا يعني إيه مخطوطات ويعني إيه تحقيق ويعني إيه اسمه يعني علوم الأمة العربية وتراثها. في الأول أنا ممكن أتكلم بصراحة، يعني هعمل الموضوع عن إنتاجه العلمي. وفي الأول في يعني رحلته العلمية بدأت إزاي أو تكوينه العلمي باختصار. كنت عايز كمان أقول حاجة، إني فيعني جوهر الورقة قايم على التعريف بمؤلفات الدكتور محمد يسري سلامة رحمه الله. روينا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وفي مسند البزار من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته: من علم علما أو أجرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. والهدف من المحاضرة هو إلقاء الضوء على المؤلفات الفقيد والتعريف بمضامينها ومحتوياتها، تجيعا على مطالعتها وتنويها بفضل المؤلف وبراعته، وتجلية لهذه الجانب من شخصيته رحمه الله. وما البحث عن الكتب وعن أوراقي وعن طبيب للنهى أوراقي، دع عنك جميع الكتب بعد رجالها وابكي العلوم بمدمع مهراقي. ولد يسري في الأسكندرية 15 رمضان 1394 أول أكتوبر 1974. والده هو الدكتور يسري محمد سلامة، أستاذ الأدب العربي بكلية الآداب بجامعة الأسكندرية وجامعة مسقط في عمان وجامعة الإمام محمد بن سعود في السعودية. ووالدته هي الشاعرة السكندرية ذائعة الصيت عزيزة عبد الوهاب كاتو، ولها ترجمة واسعة في معجم البرتين للشعراء المعاصرين. تحصل على دبلوم المخطوطات من معهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية وعمل به مدة، واهتم بالعلم والدرس من يعني من صغره. كان والده يهتم به من ناحية اللغة العربية وكذا. وطبعا يعني نشأ في البيت يهتمون باللغة، فاهتم هو أيضا باللغة العربية. والأساس في العلوم الشرعية أساسا هو اللغة العربية، لأن هي الوعاء الذي يحمل العلوم، يعني عامة العلوم في وعاء بيحملها هي اللغة. فاللي يتملك ناصية اللغة ويعرف كويس شاطر في اللغة يستطيع أن يعني يتعامل مع العلوم بالآلية. درس على كثير من المشايخ، منهم الشيخ محمد إسماعيل المقدم الطبيب السكندري، والعلامة عبيد الله بن محمد البارك فوري الهندي، وعبد الرحمن الأهدر اليمني، والمحدث شعيب الدرنوط السوري، والدكتور المؤرخ بشار عواد معروف، وأجيز من غير واحد من أكابر علماء العصر. تعددت رحلاته وأسفاره العلمية، فسافر إلى السعودية والباكستان والهند وتركيا وأمريكا وأسبانيا وأثيوبيا والمغرب ولبنان وإيطاليا والسنغال، وساهم في صنع فهارس بعض المكتبات المخطوطات مثل الأصفية والسعيدية بالهند ولايدن بهولندا وتشستر بيتي بأيرلندا وبرينستون بأمريكا. حضر وشارك في العديد من المحافل والمؤتمرات العلمية داخل مصر وخارجها. دي مؤلفاته، هنتكلم يعني عن بعضها دلوقتي. دي المؤلفات اللي اتطبعت، دي كل المؤلفات اللي اتطبعت، في مؤلفات مش مطبوعة. هو عنده مؤلفاته انتاجه العلمي مقسم الى قسمين: كتب محققة وكتب مؤلفة. الكتب المحققة يعني ايه تحقيق؟ يعني التحقيق هو اخراج الكتب من وضعية المخطوط لوضعية الكتاب. يعني في الاول الناس زمان كانت بتكتب الكتب بايديها على رقاع جلد وكده،
وبعد كده بينسخوها. مثلا حد عايز الكتاب بيروح ينسخه من العالم اللي هو مؤلفه والتاني ينسخ نسخة لنفسه وهكذا. بدأت الموضوعات دي تبقى منسوخة لكذا نسخة. فيبدأ التحقيق يعمل ايه؟ المحقق يروح جايب النسخ اللي موجودة من النص دوت من كل حتة ويبدأ يقارب ما بين النسخ ويثبت الفروق وهكذا على طريقة هو ده التحقيق. فهو ده المقصود بايه بالكتب المحققة. وطبعا احنا عايزين نذكر ان في كتير جدا حوالي 2 مليون مخطوط موجود في 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 مكتبات العربية مخطوط عربية ولم تخرج الى النور الى هذه اللحظة. يعني هو أعماله في التحقيق منها ثبوت النبوات شرعا وعقلا، وده المؤلف أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. الكتاب ده في العقيدة ويبحث مسألة إثبات النبوات، يعني إثبات صحة النبوة والرسالة بالعقل وبالنقل. هو ابن تيمية جعل إثبات النبوة فرع على إثبات حكمة الباري، واحتج بحجة قوية جدا على كل المخالفين في إثبات النبوة. يسري اعتمد رحمة الله عليه على مخطوط فريد كان في موجود في المكتبة الظاهرية واشتغل عليه وطلعه سنة 2006. بعد كده توفرت له وصول أخرى برضو اشتغل عليها وكان فعلا الكتاب فعلا كان جاهز يطلع، ولكنه توفي قبل يعني أن يصدره. الكتاب الثاني اللي هو مجموع في أداب الجرح والتعديل. الجرح والتعديل هو العلم المختص بتعريف أحوال الرواية. يعني احنا عارفين الحديث، حديث الشريف بيبقى عبارة عن متون وأسانيد، المتن اللي هو لفظ الرسول أو معنى لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، والسند اللي هو سلسلة الرجال اللي جاي عنها الطريق الخبر، لأن الخبر بيثبت عن بينقلنا عن طريق الرجال. فالجرح والتعديل ده العلم المختص بالرجال، ده يعرفه ويقول صفاتهم ويشتغل عليهم برضو بالقدح أو بالمدح، يعني إما يقول إن هم رواة صادقين أو كذابين أو بيخطئوا في حاجات أو يتقبل منهم في أشياء وهكذا. هو ده علم الجرح والتعديل. هو لما كان في الهند وهو مسافر لقى في الأصفية لما كان بفهرس لقى مخطوط لسؤال في جرح والتعديل، جاوب عليه العلامة السخاوي المصري فنسخه واشتغل عليه وحققه. حط معاه نص برضو للعلامة السخاوي برضو في الإعلام بالتوبيخ لمن زم التاريخ، والكتاب ده كان ليه اهتمام خاص بيه يوسف وكان برضو ينوي ان هو برضو يخرجه ولكن يعني لم يخرج. طبعا فؤاد سيد امين المكتب امين دار الكتب المصريه طبع الكتاب قبل كده، بس طبعا لو الكتاب موجود دلوقتي الكتابين موجود وممكن نقارن. طبعا فرق كبير بين اخراج يسري واخراج ايمن فؤاد السيد، في كتير اخطاء اتصلحت، وكذلك حتى في الاخطاء الجزء اللي مطبوع من الاعلام بالتوبيخ. هو اضاف للكتاب برضو ثلاث رسائل جديده، يعني ثلاث رسائل من بره، الفرق بين النصيحه والتعيير لابن رجب الحنبلي، والفرق بين قاعدة الغيبة المحرمة وقاعدة الغيبة التي لا تحرم للقرافي المالكي، وده في كتابه الفروق. كتاب المالكي ليه كتاب، القرافي ليه كتاب اسمه الفروق، كان بيفرق بين القواعد الحاجات اللي تجوز والتي لا تجوز، فمنهم قاعدة في الغيبة كان بيتكلم فيها ان ايه الغيبة الجائزة وايه الغيبة التي لا تجوز. يعني بعض الناس اعترضوا على الجرح والتعديل ان هو من ابواب الغيبة التي لا تجوز وحرام وهكذا. وفصل في اسباب الجرح لابن دقيق العيد من كتاب الاقتراح في بيان الاصطلاح. حط الثلاث نصوص دولت مع الفتية مع الجزء بتاع الإعلان بالتوبيخ لمن زم التاريخ اللي هي في شروط المؤرخ للسخاوي، وحطهم كلهم في الكتاب دوت. كان هدفه انه يبين اداب الجرح والتعديل وشروط المؤرخين، لان ما ينفعش ان الناس تبدا، هو عايز يقول ان مش معنى ان في جرح وتعديل ان الناس تنطلق انها تتكلم في الناس بلا علم، ومش معنى ان برضو ان احنا عندنا محاذير شرعيه ان احنا نترك برضو العلم بتاع الجرح والتعديل ضربه تلازم، يعني نسيبه خالص وما نسالش عليه. كتب المؤلفه، هو الف كتاب اسمه رياض الازهار في معاني الالفاظ الشرعيه والاذكار. الكتاب يعني يعتبر معجم للالفاظ الشرعيه، يعني هو اهتم بالالفاظ الغريبه والغير مالوفه والتي يستخدمها الناس في صلاتهم ودعائهم، ويعني يعتبر بأحد المعاجم المختصة فعلا بالألفاظ الشرعية. يقول يسري: فأردت أن يكون هذا الكتاب مقدمة إلى معرفة هذه المعاني الرائقة الشريفة وما فيها من الفوائد والمهمات،
وأما خطتي في هذه في هذا الكتاب فقد انتقيت جوامع ومختارات من الألفاظ الدينية والأدعية والأذكار مبينا تفسيرها اللغوي، ذلك لأن كثيرا من الألفاظ والجمل والتراكيب التي نطق بها الكتاب والسنة قد حملت معان جديدة تنضاف إلى معانيها اللغوية الصرفة، فأردت بيان حقيقتها وأصلها في كلام العرب، كما أن الغرض الرئيس من هذا الكتاب ترغيب طلبة العلم في العناية باللغة العربية. يعني عايز يقول يسري إن الألفاظ الشرعية كان لها أصول لغوية، يعني معنى كلمة الصلاة الصيام، الصوم آسف الإمساك، إني نظرت للرحمن صوما يعني أمساكا عن إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسان يعني أمساكا عن الكلام، بس لما دخلت المعنى الشرعي بقى الصوم معناه الإمساك من الصبح على المنهيات الشرعية. فهو يسري كان عايز يهتم بالألفاظ الشرعية ويقول إن لها أصول لغوية، وده طبعا قائم على اهتمامه الأصلي باللغة العربية. ويعد يسري تعلم اللغة العربية من المهمات الضروريات، ويرى أن الذي لا يحسن العربية ويقرأ شعرها وأدبها ولا يطلع على أسرارها فاته شيء كثير من فهم القرآن وتذوق حلاوته وإدراك بلاغته ومن فقه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكمته. يعني فسر يسري في الكتاب 80 مادة ما بين لفظ وتركيب، وكلها من الحاجات المشتهرة جدا على ألسن الناس. ويهتم يسري برضو موضوع الدعاء، لان في ناس بتفهم ان الدعاء ده سلاح الضعفاء او سلاح كذا. هو بيقول ان الدعاء امر لازم في كل ما دق وجل لا عند حلول الملمات والشدائد ونحو ذلك. فالدعاء اقوى سلاح وامضاء ولا ينافي بذل المرء افضل جهده واحسن تدبير. يعني الانسان يفعل كل ما يستطيع وما ذلك استمر في الدعاء، لان ربنا سبحانه وتعالى يرضى عن عبده لما رآه من استعانته به ولياذه بجانبه ثم فعله قدر استطاعته وبذله غاية جهده فيعطيه ما يسأل او يمنعه اياه بحسب المصلحة والحكمة. ألف كتاب تاني معجم مطبوع من مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية، والكتاب ده يعني بديع جدا، يعني فعلا هو فهرس لكل الاثار والمصنفات اللي ألفها ابن تيمية المطبوعة، كل الحاجات اللي ألفها ابن تيمية وطبعت لغاية 2010 اللي هي سنة صدور الكتاب. يقول يوسف: هذا ثبت بالمطبوع من مصنفات الإمام العالم الشيخ الإسلامي ابن تيمية، أردت فيه تحرير مسرد شامل واف بما طبع من مصنفاته على وجه التفصيل من حيث سنة الطبع ومكانه وحجم النشرة والقائمون عليها تحقيقا وعناية. هو في الكتاب دوت عمل فهرس 169 عنوان، ال 169 عنوان دول كانوا مطبوعين في 287 مجلد، يعني العنوان ممكن يتطبع في كذا مجلد. وبعد كده 168 عنوان تانيين دول كانوا متاخدين من مجاميع وكنانيش، كانوا مجموع يعني فيهم رسائل ابن تيمية، فطلع برضو الرسائل دي واضافها للفهرس بتاعه، كان طلع 328 عنوان، وده دول طبعا كتير جدا على غزارة انتاج ابن تيمية، ويعد يعني من اكثر مصنفين مش بس على مستوى الحضارة الاسلامية، على مستوى العالم فعلا. يعني انا ما اعرفش ان في حد الف 328 عنوان منهم 169 عنوان في 287 مجلد. صنع يسري برضو اضاف للكتاب مقدمة للكتاب ارخ فيها لنشر تراث شيخ الاسلام، يعني ازاي بدأ نشر التراث بتاع شيخ الاسلام، بدأ امتى وتطور ازاي، والنشرات توالت ورا بعضها ازاي، وبرضو أرخ الحركة السلفية وتطورها في مختلف الأقطار، وعرف بكبارات رجالاتها وخاصة في مصر، وأضاف مقالتين على المتامية للشيخ محمد أبو زهرة والمستشرق هاملي لوست. ده كان من أهم المستشرقين المهتمين بتراث المتامية، ونشر عنه 3 كتب ومقالات طبعا. فاختار مقالة كانت نشرت قبل كده في احتفال بمتامية، كان طلع مجلد كده فيهم أبحاث كتيرة، منهم رسالة مقالة هنري لوست. طبعا المسرد أجمع وأشمل فهرس متخصص في مجموع من كتب ومصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية. وطبعا أنا عايز أقول حاجة بالنسبة لابن تيمية، هو يعني يسري كان بيشوف يعني إن ابن تيمية مش بس المسؤولين، مش بس الاهتمام بيه، وهو نص الكلام ده في الكتاب، إن مش الاهتمام فقط بكلام ابن تيمية واختياراته الفقهية وكده وفقط، ولكن بمنهجه وطريقته في الاستدلال وطريقته في التصور والنظر. ويعني هو ينص ان احنا المفروض ان احنا لو احنا عايزين نتكلم عن التيميين فهو بيفرق بين نوعين من التيميين، ان هم النصوصيين اللي اهتموا بنصوص ابن تيمية فقط، والناس اللي اهتموا بمنهج ابن تيمية وبدأوا يعني يستخدموا اختيارات ابن تيمية.
كتابه الأخير اللي أصدره آخر كتاب أصدره هو مصادر السيرة النبوية مقدمة في تدوين السيرة. يقول يسري عن موضوع كتابه: أردت أن يكون مقدمة للباحثين وطلبة العلم في التصور العام لتاريخ تدوين السيرة النبوية ومناهج أهل العلم في تصنيفها والمصادر التي يرجع إليها في معرفة تفصيلاتها ووقائعها وحوادثها، ودليلا إلى الكتب المفردة التي صنفت في السيرة ومعرفة المطبوع منها والمخطوط والمفقود وتوجيه النظر إلى كتب المتقدمين وتصانيفهم. طبعا ما كانش في كتاب قبل الكتاب دوت بيهتم بفه انه الكتب اللي اتألفت في علم السيرة ايه هي، سواء بقى المخطوطة او المطبوعة او المفقودة. وده طبعا للناس المتخصصين يقدروا يعرفوا ان قد ايه صعب ان انت تدور في، مش بس في علم السيرة، في اي علم بتبقى محتاج تعرف يعني مرجع او كل الكتب اللي صدرت بي يعني في هذا العلم. فهو بدأ كتابه بالفكرة ديت وطورها كمان، لأنه هو كمان تتبع النصوص السيرة والمرويات السيرة في كل كتب التراث، يعني تتبع مش بس كتب يعني المتخصصة فقط بالسيرة، لا تتبع يعني كتب التفسير والحديث، كتب الحديث والتفسير المسندة والعقيدة المسندة وكتب دلائل النبوة والشمائل والخصائص وكتب التواريخ والرجال المسندة وغير المسندة وكتب الصحابة وفضائلهم. جمع أشار لكل المصادر اللي فيها أخبار أو نصوص أو مرويات أو آثار، يعني مرويات عن الرسول صلى الله عليه وسلم، عن الصحابة، عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هي السيرة هي العلم المختص بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو كان بيقول، بيعرف في أول فصل من الكتاب بكل المصادر اللي فيها نصوص مخصوصة بالسيرة. وثم بعد كده عمل فهرس دي الكتب المتخصصة في علم السيرة وتدوين السيرة من أول بداية التدوين لغاية العصر الحديث بداية الطباعة. عمل 196 مصنف، يعني 196 كتاب اتألفوا من بداية التدوين لغاية بداية الطباعة، يعني في علم السيرة النبوية. وختم يسري كتابه بمبحث جليل تناول فيه مسألة الاختصاص العلمي وضرورة مراعاتها، لأن الاختصاص كان معمولا به عند المتقدمين، فتقبل رواياتهم في اختصاصاتهم وتقدم وترد في غير تخصصهم، كما ميز بين منهج المحدثين وبين تطبيقه على الأمور الأخرى دون ما مراعاة مسألة الاختصاص. هو في بدعة جديدة ماشية في موضوع العلوم الشرعية، إن هم بيحاولوا يطبقوا علوم الحديث على كل العلوم، على التفسير وعلى السيرة وعلى كده، وياخدوا علوم الجرح والتعديل اللي احنا كنا اتكلمنا عليها من شوية اللي هي مختصة برجال الحديث، ويسقطوا نفس الأحكام على رجال السيرة، ومش بس كده كمان ورجال الأدب وكده. فمسألة الاختصاص أثرها ميسري وتناول المسألة الاختصاص من كل أهل علم مختصين بعلمهم، فتقبل رواياتهم في علمهم. يعني في علماء ممكن تعتبرهم إن هم رواياتهم ضعيفة في باب الأحاديث، ولكن رواياتهم قوية جدا في باب السيرة، زي الوقيدي مثلا. فالوقيدي في المغازي يقدم على أي أحد، كويس، لأن هو مختص في المجال ده. ممكن أهل الحديث يرفضوا روايته في الحديث، يقولوا عليه مثلا مختلط أو كذا مع في الحديث، إنما ليس حكم ده لا يسري على كل العلوم. هي دي بقى المسألة بالضبط كده، إن هو مش عايز أحكام المحدثين تسري على كل العلوم، ونركز على الاختصاص. بنفس الطريقة احنا ممكن نهدر كتير برضو من الأشعار والأدب لو احنا طبقنا قانون المحدثين على يعني تأكد وتوثيق الأشعار والأدب. الكتاب طبعا كتاب فذ جدا، ويعني حقيقي، يعني مش عشان هو صديقي يعني بقول كده، هو فعلا كتاب فذ فعلا. وقدم له الأستاذ الدكتور بشار عواد معروف، مؤرخ العراقي الكبير، وأثنى على الكتاب ثناء عريضا، كما أنه تم اختياره كأحد المراجع الرئيسية في المساقات الدراسية المختصة بعلم السيرة النبوية في عدد من الجامعات الأمريكية. هو جوناثان براون، واحد كان دكتور في جامعة شيكاغو يونيفرسيتي، كان حتى كان بدأوا يظبطوا ليسري قبل ما يتوفى، وخد الفيزا فعلا انه يروح يعمل محاضرات عن الكتاب، محاضرة عن الكتاب ومحاضرة عن تطور الثورة المصرية واللي حصل فيها، ولكن يعني توفي يعني رحمه الله.
بس المرجع دلوقتي هم فعلا لو دخلنا على السيتيشن وشفنا سيتيشن قد ايه الاقتباسات وكده واللي بياخدوا قدام الكتاب هنلاقي ان الكتاب فعلا بقى في السنتين اللي فاتوا فعلا الكتاب اتعرف وبقى مشهور على مجال الباحثين لانه بيوفر فعلا قاعده كبيره جدا لكل المراجع اللي تمت تاليفها في علم السيره النبويه. انا كان نفسي اتعمق اكتر في منهج او يعني هو ده كان الفكرة اساسا في المحاضره ان انا كنت نفسي اعمل محاضره عن منهج يسري سلامه في تناوله للتراث وفهمه للتراث. الاصدقاء قالوا لي ان الموضوع هيبقى يعني عايز وقت اكتر او كده وانا يعني انا اوعد ان انا هعمل حاجه يعني متخصصه حتى على كل كتاب وعن منهج يسري وتعريف بعلمه لان ده جانب مع الاسف مغمور في وسط جوانب كتيره المشهوره بس انا اود ان الناس تبقى عارفاه وفاهمه. فكان العرض السريع دوت لمصنفاته ومؤلفاته. شكرا. نشكر الأستاذ الباحث محمد أبو زيد. هو فعلا زي ما قال هو كان حابب البحث الأكاديمي اللي هو كان عامله يبقى أوسع وأعمق من كده عشان يليق بمقام الدكتور محمد يسري سلامة ولكن لظروف الإطالة يعني. رحمك الله رحمة واسعة دكتور محمد وأنار قبرك وأنزل السكينة على جميع أصدقائك وأرحامك ومحبيك وبارك لك في ذريتك إن شاء الله. الحقيقة محبين دكتور كثر وكتير كتبوا له مقالات وأشعار وزجل فطبعا هنحاول ننتقي منهم ناس كتبوا زجل. تفضل أستاذ محمد. السلام عليكم. وشرف لي طبعا أنا أتكلم في ذكرى أستاذي الغالي الدكتور محمد يسري في حضرة الشعراء الكبيرة دكتورة أستاذة عزيزة. يعني أنا قابلته مرة واحدة في حياتي وأثر فيها جدا ومش عارف أقول عنه إيه بعد الكلام الكبير ده يعني الناحية العلمية ومنهج الكبير ده. فأنا عايز يعني أقول إن الراجل ده في قمة العلم دي كان بسيط جدا يعني. فعايز أقول قصيدة قالها اسمها سيد كورك. طبعا هنستغرب عن سيد كورك بعد كل اللي اتقال ده كله لكن سيد كورك هو شيخ لكن من الشيوخ اللي أدارت التيار الإسلامي وأفتت في كل حاجة. فالدكتور محمد مع أنه كان ملتحي لكن يعني بيقول بقى سيد كورك أصبح ولي بقى شيخ كبير جامد قوي بيفتي في الصناعة والزراعة وفتاجي ما يهمش إن كان بصمجي أو كفتاجي أحسن ما يبقى بلطجي سيد كورك. لو فيه كمان أشعار لو فيه كمان أحلام يفسر لو فيه كمان أحلام يفسر لو صوت غنى يطلع يكسر لو بس جبت اسم عسكر سيد تلقاه يزعل قوي سيد كورك. سيد كورك أذكى أخواته بدقنه خطط لحياته والدنيا حظوظ بدأنه خطط لحياته والدنيا حظوظ ما تجيبش سيرة عماراته وعربياته ولا ستاته للطبخة تبوظ هو حرام يدوق النعمة ويصبح كالبوظ سيد كورك. سيد ينسيك الشقة سيد ينسيك الشقة يسقيك إيمان بالمعلقة ولا أنت من الكفار بقى ولا أنت إنسان مغتوي افرح قوي سيد كورك أصبح ولي بقى شيخ كبير جامد قوي سيد كورك. ده دكتور محمد يسري سلامة اللي اتكلم الدكتور عنه عن العلم وعن السفر وعن الكلام دوت لكن كان عايز يوصل رسالة للناس كلها زي ما له تويتر انا بحبها جدا بيقول فيها اسهل حاجة في مصر انك تتحيز لطرف واحد على طول الوقت سلفي ليبرالي اخواني علماني وتريح دماغك. احنا عايزين نعمل الصعب مش السهل عايزين نعمل الصعب نوصل للناس اللي الدكتور اتكلم عنها ونوصل للناس البسيطة اللي بتتعامل كتير قوي مع سيد كورك وغيره على غرار يعني كلام كتير جدا. يعني عايز اقول حاجة بسيطة كمان يعني ان انا شايف ان ذكرى محمد يسري سلامة مش لازم تعدي بالحزن اللي انا شايفه في عيون الناس دي مش دي الرسالة اللي كان هيبعتها لنا الدكتور محمد يسري لو كان موجود معانا. الراجل ده يعني نظرته كانت امل وكلمته كانت كلها امل وكلها حلم بكرة. فالراجل اللي قال كلمة بيقول الناس اللي بتقول ان الثورة اتهزمت احب اقول لهم اسمع دكتور محمد يسري بيقول ايه
الناس اللي بتقول الثورة اتهزمت، احب اقول لهم لو كنت زملكاوي زيي فانت ما بتعترفش بالهزيمة. طبعا الزملكاوي على طول بيخسروا شرحلاتنا فما بنعترفش بالهزيمة، وان كنت اهلاوي فانت لا تعرف الهزيمة. في الحالتين ما تهزمناش ومش هنتهزم. محمد يوسف سلام. في الحالتين ما تهزمناش ومش هنتهزم. لازم امل كلام دكتور محمد يوسف سلامة يكون موجود. ونختم ان شاء الله بكلمة انا بقولها له، قصيدة اسمها مسك البداية، ان شاء الله في الديوان هنزله. الديوان كله اهداء للدكتور محمد يوسف سلامة رحمه الله تعالى. الدكتور بيقول: بموت انا في عشقها عقلة ومجنونة، وبمية العفاريت يا مصر معجونة، وبحبها وانا مش لوحدي، ولو لوحدي برضو حملة الشوارع. اليأس فات والماضي مات وانا المضارع، بس آه لو كان للبشر نكهات. أنا كنت حبقى بطعم الورد في الشربات، واليأس طعم المر قهوة في عزا الأموات. هتفت ضدك يا ظالم، هتفت ضدك يا ظالم، مفيش في عهدك يا جوز، يا مستحل الغلابة يا خلفة الأراجوز. سلبت كل المعاني، نهبت حتى الأماني والأغاني، سرقت صوت فيروز، قتلت شادي وحنة عالية وعيونها الجوز. وانا لسه هحلم ببكرة، وانا لسه هحلم ببكرة، لو حتى بكرة مجاش. جايب الذهب راح احبه وححبه قطن وشاش، جايب الذهب راح احبه وححبه قطن وشاش. هتف ابن يسري سلامة وقالها مش ببلاش. فما تيأسوش، فما تيأسوش وما تخافوش، فما تيأسوش وما تخافوش. ثورة يناير حقيقة مش لقطة في الأفلام، ثورة يناير مسك وريحتها ملو الكلام. ثورة يناير للحق مسك البداية، للعدل مسك البداية، للظلم مسك الختام. وفي الختام، وفي الختام علي وعليك يا ابن يسر السلامة، ومني إليك يا ابو سفيان السلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رصيد حب كبير جدا، ونشكر الأستاذ محمد كلماته الجميلة. فليتفضل الأستاذ الباحث زميل العمل الدكتور المحب الأستاذ وليد منصور. السلام عليكم. كنت أود لو سمح الوقت أن أتحدث عن الرجل قد كان زميلا لنا، ومع تقديري لكل الذين عرفوه، إلا أن زمانتنا له كانت فضلا من الله علينا، وأتاحت لنا أن نعرف الرجل عن قرب كما لم يعرفه أحد آخر. فقد كان يقضي معنا وقتا طويلا يوميا، وكثيرا ما كان يمر علينا ونمر عليه ونتجاذب معه أطراف الحديث اتفاقا واختلافا جيئة وذهابا، وتعلمنا كثيرا وعرفنا كثيرا، فجزاه الله عنا خيرا. إلا أن الالتزام بالوقت يجبرني على أن ألتزم المطلوب مني، وهو عرض هذه القصيدة التي كتبها رحمه الله حبا لإمام أحمد بن حنبل وثناء عليه رحمة الله عليه. قال دكتور محمد رحمه الله: أروم الدهر وصلا ويغلبني الدهر، فأصبر عنك ولكن ملني الصبر، طويل سهاد الليل من غير علة، ففي عين الدمع وفي كبد الجمر، وأقسمت لعزال ما بي جنة، بل حزن محروم قد شغفه الفكر. أليس في حب ابن حنبل غنية عن ذكر غيداء شباهها البدر؟ قد خاب من جعل الغواني عزمه، ومن قصد أنهارا وببابه البحر، والمبدل ضوء النهار بشمعة وعنده الشمس ولما يطلع الفجر. وقد نهوني عن مثل ذلك، فما انتهى قلبي وما أطيع لهم أمر. هذا صفي له المكارم حسد، ومن جوده غار الغيث والقطر، ومن علمه صار الحكيم ملجما، فيعجبه قدرا وإن ذله أسر. للعابدين الخاشعين أنت معلم، وأثر الزهد منك وافتخر الفقر. وهذه سيوف كفر عرضت عليهم، فما هاب جنان واضطرب الصدر.
كفاني عنك أتتك الدنيا بأجمعها، فما بقى منها لطيب أصلك النذر. هم الناس حقا ثارت مآثرهم، يشدو بها حضر ويحدو بها سفر. أأحمد أأحمد كيف عجبي كيف عجبي، وإمامك أحمد له الفضل بعد الله والحمد والذكر، له الفضل بعد الله والحمد والذكر. شكرا. أشكر الأستاذ وليد الباحث، وزي ما احنا ملاحظين التنوع ده بيدي دلالة برضو لشخصية الدكتور، يعني فصحى وزجل وعامية. هو الدكتور يسري رحمه الله كان فعلا متنوع وشامل، ويعني يصل لكل الطبقات وكل العقول، وده كان سر أعتقد أن الناس كلها كانت مجمعة على حبه رحمه الله. هنختم الأمسية بكلمات يعني أنا بقول إن هي أمنا كلنا، مش والدته الله يرحمه فقط، وهي كسبت أبناء وبنات كثر ولينا الشرف بكده. الأم الغالية، الأم المثالية الشاعرة عزيزة كاتو. أشكركم جدا على أشكركم جدا الحقيقة على تفضلكم بالحضور، وإنكم سمحتوا لي إني أبقى موجودة معكم في الأمسية الجميلة دي يا محمد. أنا محمد بالنسبة لي ما كانش مجرد ابن عادي خالص، ما كانش مجرد ابن، كان هو ابني وصديقي وكل حاجة اللي هي في الدنيا بعد وفاة والده. كنا أصدقاء بنقعد نتناقش ونتخانق ساعات، ولما كنت أزعل منه كان له طريقة حلوة قوي يصالحني بيها، وكان يعرف إن أنا بحب فيروز، كان يروح مشغل لي فيروز، كنت على طول أقعد أضحك أو يقول كلمة تخليني أتفتح في الضحك وتنتهي المشكلة على كده. كان محمد كان إنسان على ثقافته الواسعة جدا ونبوغه ومحبته، كملي حضرتك كملي. أنا حاول أتكلم. محمد يعني من طفولته كان طفل غير عادي. أنا عايز أقول إن انضم مثلا للمذهب السلفي هو في سن 13-14، وكان غريب قوي إن هو كان من طفولته الصغيرة كان ياخد مصروفه ويشتري كتب، يعني كان ساعات يقعد يلح عليا ياخد مبلغ يا ابني هتعمل بيه المبلغ ده، وأخاف طبعا أديله فلوس كتير، لكن فجأة إن هو بيشتري كتب كمان كبيرة على سنة، كنت بندهش قوي ازاي بيقراها وازاي بيستوعبها، لدرجة ان وصل بيه الامر انه احيانا لما كان حد يسأله يعني او ياخد يستشيره في حاجة بيبقى عارف الكتاب بالصفحة والكلام المكتوب، يعني يقرأ الكتاب مرة واحدة يستوعبه تماما. عندي مكتبة فيها ذخيرة من المجلدات المؤلفات العظيمة. محمد كان على فوق كل ده كان إنسان شديد التواضع، يعني كان يهتم جدا بالبسطاء والفقراء، عمره ما تعالى على حد وعمره ما ذهب ثقافته ولا بايله. أنا مش عارفة أقول إيه الحقيقة، مش عارفة أقول إيه، لأن يعني موته كان بالنسبة لي أنا مش بس صبر، أنا تقريبا حياتي انتهت مع محمد، لأنه كان ابني فعلا غير عادي. أفتكر إنه قبل ما يتوفى بيومين كان بيكلمني عن مشاريع وكتب عايز يكتبها، وبعدين على فكرة هو له كتب لسه يعني المفروض جاهزة للطبع، وللأسف إن أنا لما سافرت أمريكا معرفش إيه اللي حصل فيها. كان في كتاب عن برنان صون المنطق مثلا، وفي كتاب كان طلع بعد وفاته اللي هو شناق
السموم والترياب وعلى الطب الهندي القديم، وكتفه كان صعب جدا يعني ياخذ منه مجهود كبير قوي، وهو صدر بالتعاون بين مكتبة اسكندرية وبعض المخطوطات. ده غير الكتاب اللي كان عامله، مقالاته اللي جمعنا فيها مقالاته بعد الثورة. محمد كان متعدد الجوانب فعلا، كان إنسان على ثقافته بس، لكن كان إنسان ومش بس متواضع، كمان كان دمه خفيف قوي، كان سريع النكتة وعنده سرعة بديهة، وكان على طول يضحك ويشفي ضعوف دايما. حتى أظن تفتكروا إن الدكتور يوسف زيدان كتب مقال عن استلف الضحوك. بعدين كان يكره تماما إن حد يتكلم عن أي إنسان قدامه، كان يرفض تماما، حتى لما كان حد يهاجمه وأزعل وأقول له إزاي تخلي، يقول لي ماما يعني إيه يعني بسيطة المشكلة، وكان يرد عليه يقول له القافة جاية بين يدي الله. عمره ما حاول يرد الشتيم على حد أو يأذي حد بكلامه. كان ممكن هو يضحك ويسخر، لكن عمره ما اكتب حد ولا اتكلم عليه بطريقة تجرحه أو تؤلمه. ولما كان حد يجيب سيرة إنسان قدامه كان يزعل جدا ويدافع عن صديقه بمنتهى القوة يعني. أنا أسفة معلش، أنا ممكن بتكلم وأنا تعبانة، سامحوني. ألف السلام عليكم. سامحوني معلش، أنا يعني ماليش طبيعتي فعلا، لكن ربنا يعلم. الحمد لله على كل حال. أنا عايزة أقرأ لكم القصايد، بس أنا أصلي مش شايفة أوريدي يعني، أحاول مش عارفة أحاول أقرأها كده من هنا. طبعا مش هقول كل القصايد اللي نجدتها. تسمحوا لي أقول لكم أول حاجة القصيدة اللي كتبتها امبارح، هي مش قصيدة، هي يعني كام بيت كده صغيرة. هي بالضبط 4 أبيات. معلش أسف على صوتي يا جماعة، بعتذر لأنه نتيجة جلسة التنفس الصناعي صوتي يظهر، حصل حاجة في الأحبال الصوتية عندي. أنا كده صوتي واصل لكم؟ واصل سامعين كويس. ويضيع هذا العمر بعدك، لا زاد ولا دفء ولا أمل ولا حلم ألود به، ومن كانوا ضياء العمر قد رحلوا. عماني ما كفت دموع العين من وجع، وما نامت بها البقر، ولم يزل قلبي يئن عليك يذرف دمعه دما ويغتسل. في قصيدة كنت كتبتها له في عيد ميلاده، في عيد ميلاد 39 أول سنة بعد الفوق. دي كتبتها له في 1 أكتوبر 2013. كنت في أمريكا وكنت لسه خارجة من المستشفى، كانت صعبة عليا نفسي أوي إن أنا يجي عيد ميلاد 39 بعد الفوق. هذا عيدك يأتي في العام 9 من بعد 30 ربيعا، هذا عيدك يأتي، لكن ليس ككل الأعياد. وكيف يكون العيد وأنت بعيد لن تأتي؟ لن أسمع صوت المفتاح يدور وتطل بوجهك هذا الباسم أبدا،
وبهاتين العينين تشعاني حنانا فأضمك في صدري وأقبل رأسك وتعانق كفاي يديك. آه كم كان الوقت يمر جميلا وسريعا. آه يا كبدي يا كل حصاد العمر الضائع، هذه أمك يقعدها الثقل وأوجاع الفقد هذه أمك يقعدها الثقل وأوجاع الفقد الفاجع. هذه ثورتك تضيع وتخطف الغربان اليوم. هذه ثورتك تضيع وكانت قلبك أو عينيك وكانت همك كل الهم. هذا وطنك يفقد أجمل ما فيه وأنبل ما فيه ويغتسل بأنهار الدم. هذا وطنك يبكيك وتجهش كل قلوب الناس عليك. وأنا ماذا أفعل؟ وعذاب الغربة يسحقني وأنا أحترق بنار الحزن وتقتلني طعنات الصمت. آه يا ولدي، لو تعرف منذ رحيلك كيف يمر الوقت وكيف يصير الكون خرابا ويصير الزمن عذابا وأنا لا أملك حتى أن ألمسك الآن وأضمك في صدري وأقبل رأسك وتعانق كفاي يديك. آه يا كبدي، لم يبقى سوى رجع الأضاعينا وصراخ الريح العابرة ورائحة. كويس راحل في المدى ممعن في الدروب البعيدة دون التفات. وأعرف أن بكائي عليك سدى ومهما صرخت فليس سوى رجع هذا الصدى وما ثم ضرب يرضي إليك وما من طريق يدل عليك. وقد صرت خلف حدود الردى ولن يرجع الدمع مهما بكيت أنا زاهدا في الحياة. ولكنه القلب ينفطر الآن حزنا وسقما ويهوي وحيدا على مفرق الذكريات. ولا شيء يشفيه مما يعاني ولا مهرب من همومي ولا من نجاة.
الأخيرة هي متأثرة كبيرة، لكن يمكن تعبر عن حاجة جوايا هي العودة إلى البحر. أنا كنت يأسة تماما إن أنا هرجع تاني أشوف مصر، أشوف اسكندرية، أشوف أبو ابني مرة تانية، أشوف أولاد. الحمد لله أنا رجعت، الحمد لله. القصيدة العودة إلى البحر، هو البحر، هو البحر يمسح عنا الشعور ويسكب فينا السكينة. هو البحر نبع التذكر، مأوى الحكاية الدفينة. هو البحر ينقذنا من عذاب الركود وخوف التآكل عند الشعاب الحزينة. هو البحر كنا نجيء فنلقي بأحلامنا وأسرارنا، فنلقي بأحلامنا وأسرارنا الساذجات إليه، ونودع في رمله حبنا المختبي، ونمضي بألف سفينة تطوف بنا صفحة الوهم، تبحر في عالم مذهبي. وكنا نخاف إذا جن بالليل حين تدمدم أمواجه في الرياح، وحين تهل طيور الصباح يروح وديعا كوجه نبيل. وكنا نذوب إذ الليل تهبط فيه النجوم لكي تستحم، وترقص في حضنه المتعبين. وكانت نوارسه حبنا المستبد، جموح الطفولة فينا، حنين الشباب الصبي، وحلم الرحيل بغير انتهاء بهذا الفضاء القصير. هو البحر، هو البحر دوما بهذا الفتون وهذا الجمال الخفي. فماذا تغير فيه؟ وماذا تغير فيه؟ وكيف إذا جئته اليوم ينكرني، يشيح بأمواجه في السكون ويرحل في صمته الأبدي؟ معكم ودعواتكم للدكتور، وأرجو أن تكون يعني محاضرة مفيدة، ويكون ألقينا الضوء على الجانب اللي ما كانش واضح من الدكتور. وبنشكر الوالدة الكريمة طبعا ظروفها المرضية اللي هي جات وقدرت أن هي تسمعنا الأشعار الجميلة دي، وإن شاء الله ربنا يديم عليها الصحة كده والعافية وتبقى وسطينا كده بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.